والله زعلانه منك كده برضو يا بيبي. تسيبني والبات مع اصحابك وانت عارف انا بخاف ان انام لوحدي. تنامي لوحدك ايه؟ وانا بيبي سيتر ولا انت مجنونه؟ اسمعي يا ياسمين، انت قلتي لي كلام ما يصحش تقوليه. اوعي اوعي تجرحيني ولا تيجي جنب الكلام ده تاني. شعري اللي مش عاجبك ده اللي بتقولي عليا مش موهوب، انت اخدتيه وغنيتيه ونجحتي بيه. طب ممكن ننسى اللي فات ونبتدي صفحه جديده؟ اسمعي، انا مش هبطل شعري يا ياسمين. اوعي اوعي تقولي لي كده تاني. بجد انت جرحتيني يعني. مفيش ناحية المنطقة دي نهائي. خلاص مش مهم. المهم ان انت جوزي ومدير اعمالي. بس انا مش عايزة يبقى فيه شغل ما بيننا عشان ما يسببش مشاكل. ماجد انت مش فاهمني خالص. انا مش عايزة غير حضنك وبس. فضلي كده على طول. زعليني وترجعي تصالحيني ها؟ مش سايباني في حالي. فضلي كده تلعبي في مشاعري. ماشي. عشان تعرف ان قلبي طيب. واني بنسى اي زعل ما بيننا بسرعه. تعشيت ولا لسه؟ لسه. يبقى نتعشى مع بعض عشا رومانسي. تحب تتعشى بره ولا تتعشى هنا؟ بره ايه بقى؟ ينفع بره بعد الكلام ده؟ هنا طبعا. استغفر يا رب. هو غاب كده ليه يا اخويا؟ شويه وخارج يا زينه، شويه وخارج. طب ما تسأل عليه جوه يا بنتي. ما انا لسه سائل عليه دلوقتي قدام خالد. يا حبيبي يا طلبه، ما كانتش ليك البهدله دي والله يا ابدا. ده غلبان غلبان يا طلعت والله. والولي والولي كمان، ما احنا طالعين الاربعين بتاعه. يا حبيبي يا طلبه اهو. طلبه عامل ايه يا اخويا والنبي؟ انا كويس. انت ايه اللي جابك هنا يا زين؟ جاي اطمن عليك. انتي بتعملي كده في نفسك؟ الله، انت جبتها لي يا طلعه يا عم العالم. وعهد الله كانت عايزه تخش لك الحبس جوه كمان يا زينه كمان. شده وتزول يا اخويا، ان شاء الله هتخرج براءه ان شاء الله. ان شاء الله ما تقلقيش. قول له طلعت يا ابو نسب. تروح للباشا وتبلغه باللي حصل لي. قول له ده مغرس ومعمول فيا بالعند. يا عم ما الباشا عارف، ما هو اللي قايل لي. والله امال ما خرجنيش ليه؟ ما خرجنيش لغايه دلوقتي يا طلعت. ما تقلقش هيخرجك هيخرجك. ماشي اما نشوف. ايه ده بس يا اخويا؟ ماشي. بص عايز حاجه طلبه؟ خلي بالك من نفسك يا زينه. انت خليني بالك من نفسك. خلي بالك من زينه. انت معاك سجاير؟ لو دقيتها هضايقك يالا. خلي بالك من نفسك يا طلبه. انا في ضهرك يا اخويا. طلبه بص يا رنا، بص الصوره دي بفكر ان هي تبقى الكفر بتاع الالبوم بتاعي. ايه رايك؟ حلوه. بس انت عندك صور تانيه كتير احلى. في صوره انا بحبها كنت لابس فيها قميص ابيض وراك خلفيه زرقاء. افتكرت الصورة دي، على فكرة أحلى. ميرسي يا رني جدا. عشان تعرف إن أنا واخدة بالي منك وأنت مش واخد بالك. أنا مش واخد بالي؟ تهيألي أنا واخد بالي من كل حاجة. وعشان تعرفي بقى إن إحنا بقالنا أسبوعين ما بنفرقش بعض، وإن في حاجات كتيرة أوي مشتركة ما بيننا. طبعا مش جديد يا ناجي، عادي. ما إحنا بقالنا مع بعض 6 سنين. 6 سنين؟ رانيا أنا بحبك. إيه؟ أنا بحبك وعايزك تكملي معايا حياتي. أنتي عارفة عني كل حاجة. أنتي عارفاني، فهماني أكتر من نفسي. مبقتش قادر أستغنى عنك. أنا مش عارفة أقول لك إيه. ما تقوليش حاجة. أنا عايزك تقولي لي كلمة واحدة بس. ناجي أنا كمان بحبك. إيه رأيك؟ ايه؟ ايه؟ هتفضلي زعلانة كده كتير؟ مش قادرة يا فؤاد، مش قادرة انسى منظر المكتب المرعب. يبقى انا غلطان بقى اني خدتك معايا. لا ما تقولش كده يا فؤاد، كل الحكاية إني أنا مش لاقية تفسير، يعني دماغي هتنفجر. مين اللي تجيله الجراءة يحرق مكتبك بالطريقة دي؟ مين اللي بيكرهك؟ ده أنت شخصية محبوبة، رمز من رموز القانون في البلد. مفيش حد عاقل ممكن يكرهك. على أي حال اللي عمل العملة دي ربنا هيحاسبه قبل القانون ما يحاسبه. بعدين يا ستي هتعملي اختبار من ربنا سبحانه وتعالى. ده مش اختبار يا فؤاد، ده ابتلاء. اختبار ابتلاء
المهم انه باذن الله المكتب هيرجع ويبقى انجح من الاول. امين يا رب. اشوفك بخير يا حبيبي، خلي بالك من نفسك. مع السلامه. اضحك بقى. تعالى يا شريف. تمام يا فندم. طب اجي لحضرتك في وقت تاني بعد ما تستريح شويه يا فندم. انت تيجي في اي وقت، اتفضل. الحقيقه يا فندم انا جاي لحضرتك بخصوص التقرير بتاع العيال المشتبه فيهم. زي ما حضرتك هتشوف في التقرير ان الولاد طرأ عليهم تغيير كبير جدا، ده غير ان معاهم فلوس كتير غير معلومه المصدر يا فندم. وصلت لاي ادله؟ لا يا فندم لحد دلوقتي. طب شوف يا شريف، انا عايزك تجيب اذن من النيابه بمراقبتهم عشان تقدر توصل لادله واضحه وصريحه. عايزك تقبض عليهم متلبسين. تمام يا فندم، بكره ان شاء الله اروح النيابه اجيب اذن المراقبه يا فندم. طيب في حاجه تانية يا شريف؟ لا يا فندم شكرا. طيب صبري. مع السلامه. بقول لك يا دندن، ما تيجي تباتي معايا النهارده؟ اشمعنى يعني؟ بنت رانيا وسوها سافروا وسابوني ولاد اللذينه، وانا يعني مش عايزه ابات لوحدي. طيب هشوف كده. دي لسه هتشوفي، مش محتاجه تفكير يعني. انت بيتة لوحدك وانا بيتة لوحدي، نقضيها النهارده سوا قهوه ونونس بعض. طيب ماشي، هبقى اعدي عليكي بالليل ان شاء الله. ماشي اتفقنا. ازيك يا سهام؟ هاي خلود، ازيك عامل ايه؟ ازيك يا حاج برعي؟ ازيك يا حاج محسن؟ يلا بينا. يلا. ايه ده، رايحين على فين؟ رايحين نادي الصيد. طب اجي معاكو؟ بتيجي معاكي يعني؟ بتقول لك رايحين نادي الصيد، رايحين نصطاد احنا، فيعني خليكي في كوزك لما نعوزك. ماشي يا عم، كوز المحبه اتخرم طرطش على كم. هو انتوا مش هتبطلوا اللي انتوا فيه ده ابدا؟ انت ممكن تيجي معانا بس تقطعي تكت عادي. ها؟ لا متشكره قوي، روحوا انتوا اتفضلوا عيشوا حياتكم. جدع. هبقى اعدي عليكي بالليل. يلا هستناكي. يلا بينا. يلا يلا فرسي. يلا يا حبيبي، مش تلبس خطيبتك الجبل بقى. انتوا مستعجلين ليه؟ ما لسه بدري عشان نلحق ننزل باص ان شاء الله. هتخليكوا تبقوا عندنا النهارده. معلش بقى يا عمي عشان عندي شغل بكره ان شاء الله. يا ايهاب، شوف اليوم فرحنا كمان يا اخي، خد اجازه يوم. انت عارفه انا نفسي طبعا، بس انا داخل بقى على مكان جديد وما ينفعش اخد اجازات من اوله. طب يلا بقى البسها الدبل عشان نفرح بيكوا حبيبتي. ماشي يا ست الكل. ما قالك عندي طبعا اكتر من كده مليون الف مره. دي حاجه بسيطه يعني. انا عارفه يا ايهاب، ما تقولش الكلام ده، وبعدين الحاجات دي كلها مش فارقه معايا، المهم زغرك يا ام العروسه. يا الف بركه يا الف بركه. مش بتعرف. مبروك يا حبيبتي. الف الف. انت عرفتي ان ايهاب هيخطب سهى النهارده؟ قالت لي، حتى كانت قالت لي اروح لها اسماعيليه، بس انا بصراحه كبرت ماليش يعني في الافراح والكلام ده. يا سلام يا بنتي، ما فيش بنت في الدنيا ملهاش في الافراح ومنفسهاش تتجوز وتفرح على فكره. يا ست انا لا، انا مش متلهفه على الكلام ده، في حاجات اهم بكتير في حياه البني ادمين من الكلام ده كله. ليه اسمع كلامك ده ما يشوفكيش وانتي مع خالد؟ يعني ايه انا مع خالد؟ يعني شكلكوا بصراحه مفقوسين قوي. لا يا بنتي، ما فيش اي حاجه من الكلام اللي انتي بتقوليه ده خالص. يعني انتوا مش مرتبطين يعني، او بتحبوا بعض من ورانا ولا حاجه؟ لا طبعا. امال ليه اللي يشوفكم مع بعض يقول يعني إن يقول ايه؟ مفيش حاجه اكتر من ان احنا اتنين عاديين اصحاب. يمكن هو لازق فيا شويه، لكن انا عن نفسي ما بصلوش ابدا. ليه بقى ان شاء الله يا حبيبتي؟ هو خالد يعني كخه ولا وحش ولا فيه ايه؟ ده مرجله الدنيا فيه وجدعنه الدنيا فيه، امال عايزاه يبقى ايه؟ زي العيال الفرافير بتوع اليومين دول؟ يا ستي طب وانا مالي؟ لا هو ولا غيره في دماغي، لا دلوقتي ولا بعدين. بجد؟ اه طبعا. بس تعالي انت مالك كده يعني مشغوله ومهتمه بالموضوع ده؟ تكونيش. اكون ايه؟ انا مش مشغوله ولا مهتمه. ما تفكريش في حاجه، انا ما فيش حاجه في دماغي خالص، انا زيك بالظبط. طب بذمتك مش كده احسن؟ اه طبعا طبعا احسن. الاكل ريحته زي الفل. مش مسلوق بس دوقيه بقى، هتاكلي صوابعك وراه. انا عارفه يا زوزو، طول عمرك نفسك حلو في الاكل. طب يلا يا حبيبتي لازم تتغذي، ده انت النزيف كان شديد قوي عليكي، لازم تتقوتي، ده انت زيك زي النفسه. كلي يا حبيبتي كلي كلي عشان تعوضي. اللي راح ما يتعوضش. خلاص بقى يا سوسو، خلاص بقى ما تعكنيش علينا بقى. يما انسي،
كل حاجة بتتنسي، اسأليني أنا. ربنا يسامح اللي كان السبب. معقولة يا روسو مش قادرة تسامحيني؟ أنت طلعت قلبك سود قوي. اللي سامح ربنا بقى. أنا مش عارف يا روسو أعمل لك إيه عشان ترضي. ولا حاجة. طب دوقي بس، دوقي. روسو أنا مش هسيبك. أنت هتفضلي مراتي العمر كله. يعني هتتجوزني رسمي؟ أنا مش فاهم إيه الموضوع رسمي معاك ده يا سوسو. ما احنا ماشيين زي الفل أهو. آه فهمت. يعني أنت هتقعد معايا لغاية ما تزهق مني وترميني للكلاب. ما أقدرش أعمل كده. عارفة ليه يا سوسو؟ عشان أنت روحي وقلبي وعمري وحياتي. ها كملوا.